مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حلقه انفاس سبور. اليوم غادي يحضر معنا لاعب السابق للمنتخب الوطني عبد الحق السويدي ولاعب فريق الرجاء سابقا لتحليل موضوع يهم المنتخب الوطني ومبارياته الوديه التي يخوضها في مارس الحالي. اهلا بك استاذ عبد الحق. اهلا اخت نواد، اهلا بكل مشاهدي ومشاهدات قناه انفاس سبور. مرحبا بك معنا، ولنا الشرف انك تحضر معنا اليوم. مرحبا الاخت نواد، وكنتمنى الله نكونوا خفاف المشاهدين الكرام، وكنتمنى في نفس الوقت رمضان مبارك سعيد. بارك الله فيك استاذ. سي عبد الحق، غادي نبداو بمباراه المنتخب المغربي اللي لعبها قدام انغولا. بغيت قراءتك التقنيه للمباراه، هي اول ظهور المنتخب المغربي من بعد الاقصاء في الكان، كيفاش شفتيها؟ وبالفعل يعني كل متتبعي والمهتمين بالشان الرياضي المغربي كان كيتسناو هذه المقابله، هذا سيما بعد هذاك التمثيل البائس نقولوا يعني ديال المنتخب المغربي في الكان في لاكو ديفوار. فالكل، وانا من الناس اللي كنا كنتسناو، سيما وان كانت هناك تغييرات، يعني تغييرات واسعه على مستوى لا ستاف تكنيك ولا حتى اللاعبين، سيما خاصه مجيء ديال دياز للمنتخب المغربي. اول سؤال خصنا نطرحوه هو ما اش كان وليد الركراكي الرغبه ديالو والهدف ديالو من هذه المقابله؟ كنعرفوا مقابله وديه دائما كتبقى الاسم ديالها هي وديه، ولكن بالنسبه للمغاربه كلهم كانوا متعطشين لعطاء النخبه المغربيه عطاء يكون في المستوى، وخاصه حتى الرجوع ديال الرحيمي. فكنظن بان كانت فرصه لكل المغاربه، والناخب الوطني هو الاول على اساس انه يوقف على مكامن القوه ومكامن الضعف، لان كنقول لك بان كان ان دياغنوستيك بالنسبه للحضور كيف قلت انا الباهت ديال المنتخب المغربي في الكان في الكوت ديفوار، يعني خصنا نوقفوا على مكامن القوه ومكامن الضعف. فكنظن كل شيء كان يعني يعرف بان ويعني كان على بالو بان المنتخب المغربي كان كيخلق الفرص ولكن ما كانتش كتتحول الى اهداف. المنتخب المغربي كانت الكرات الثانيه كلها يعني كانت كياخذها الخصم. المنتخب المغربي يعني كل شيء كان كيتكلم على الخطه ديال 4-1 4-1 اللي ما بقاتش، يعني عطات الاكل ديالها في المونديال ديال قطر، وصلنا بها النصف النهائي. ولكن حاليا كنلعبوا مع، لان قطر بالنسبه للمونديال كنا كنلعبوا مع فروق بحال البرتغال بحال اسبانيا بحال كرواتيا، يعني فروق اللي يعني كبيره عندنا، يعني اسماء كبيره وازنه. يعني المغرب كان كيلعب كيف كنقولوا حنايا وليد الركراكي كيلعب ان بلوك با، وكيتسنى الفريق الخصم على اساس انه يبني هجمات مضاده كيف كنقولوا، اما لاتاك رابيد على حساب فين كتكون لا ريكوبيراسيون ديال لابال، واما ان كونتر اتاك. اليوم احنا ضد فرق يعني بحال فرق افريقيه، يعني خصنا نغيروا من هذا اللعب ديالنا، لان احنا اللي خصنا نخلقوا اللعب، احنا اللي خصنا نصنعوا، اننا خصنا نصنعوا خصنا نكونوا يعني عمل اخر، وهو اللي ما فطنش ليه وليد الركراكي. وكنظن هذا كان هو السبب ديال هذه المقابلتين، لا الاولى ضد انغولا ولا الثانيه اللي غتكون ضد موريتانيا، هي الوقوف على مكامن القوه ومكامن الضعف، ونحاولوا ما امكن ان نلعبوا الكره ديالنا، لان الهويه ديالنا تمصات في المونديال. انا نقولها بان حنايا كفريق مغربي يعني كاين تقنيات، كاين لاعبين مهاريين، اذا علاش ما نحاولوش ما امكن نخلقوا كيف كنقولوا اكثريه. غادي يطرح السؤال بان الا خلينا لي زيسباس وبدينا كنلعبوا لو جو اوفونسيف ديالنا، غادي نخليو دي زيسباس غيتمارك عندنا؟ كره القدم يعني ضروري غتسجل علينا. سي سويدي، شنو كتقصد عند الهويه ديالنا تمصات في المونديال؟ الا كان ممكن توضح لنا اكثر. هذيك دائما كنناقشها، لان انا كواحد من المنتخب المغربي السابق ديال من 83 حتى تقريبا 88، فكنظن وهذه كلمه كان قال لنا المغفور له الحسن تالي الله يرحمه، ملي كنا غادي نلعبوا معاه في العاب البحر الابيض المتوسط في نهائي ضد المنتخب التركي، ربحنا 3-0. يعني اول حاجه قال لنا بان يعني المغربي معروف خوي بيزواتي، يعني القوه الجسمانيه ديالو ما كايناش، ولكن كاينه التقنيه، اذا لا غادي نكومبونسيو التقنيه هاد لافيبليس فيزيك، يعني كيف غنقول لك
ديك لو ديال لو ديال فيزيكمون ما غيمكنش نتقدم على لي افريكان لي افريكان ديال غادي يربحونا سير البلان فيزيك ولكن ملي غادي يكون تكون المجموعه ويكون ليدونتيتي الهويه ديالنا الهويه ديالنا هي التقنيه ونحاولوا نلعبوا مجموعين جروبي اون تي توش ما نبعدوش على بعضياتنا بزاف ما نحاولوش نتايزولا ديما نبقاو جروبين ديما كنلعبوا الكره ديالنا خذي اليقين تام وهذا بان جليا في الكره لا الكره البرازيليه ولا الكره حتى حاليا فحال الكره الاسبانيه حاليا اللي اكثر في معظم ولا في جل يعني الاوقات كيستلموا من الكره ديال برشلونة ولكن كيفاش خصك تجيري هاد المؤهلات ديالك كيف كنقول لك انا الهويه ديالنا حنا دي ميديترانيا معروفين حنايا من جهه البحر الابيض المتوسط هاد لا ريجيون كلها يعني عندنا البرتغال عندنا فرنسا نوعا ما عندنا اسبانيا يعني كاين المغرب حتى هو المغرب يعني كنقولوا حنايا فحال دوزيام بريزيل كنتكلموا على كرواتيا نتكلموا حتى على المغرب اذا الهويه ديالنا هي التقنيه نحاولوا نلعبوها مجموعين جروبي هذا هو اهم اللي بغيت نفسر به بان الهويه ديالنا ودائما كنت كنقولها حتى في منابر اعلاميه اخرى تكون هذيك روح المجموعه بين اللعابه روح المجموعه ملي كتزيد عليها التقنيه يعني كتعطيك واحد نتائج واحد النتيجه خذ اليقين تام غير هي دائما ما نخافوش وحاليا غادي نرجع للوليد الركراكي بعد الظهور فد لان اللي كان دار القوة ديال المنتخب المغربي هو ديك الثقة في النفس اللي كانت لا عند الناخب الوطني ولا عند العناصر ديالو حاليا بعد الكان والإقصاء المبكر نتمنى على الله أن لا وليد ولا اللاعبين لأن كنقول لك دائما المدرب كيترونسميتي داك لو تراك ديالو ولا سميتو اللاعبين نتمنى على الله أنه يسترجع ديك الثقة في النفس لأن لم تمشينا تمشى الثقة مشى كل شيء سي عبد الحق فين باغي كتشوف مكامن الخلل عند المنتخب الوطني؟ ومكامن الخلل انا كنظن باقا في وسط الميدان لان ما يمكنش غير نلعبوا امرابط بوحدو حاليا وناحي اللي مازال خصو يزيد يخدم لان الناحيه التقنيه لا خوف عليه يعني من ناحيه لا ريكوبيرات انا كنتبع هذاك الوليد خاصه في الجرائد الفرنسيه في ار ام سي وهذا كيتكلموا عليه بزاف لان الوليد اللي في لا ريكوبيراسيون مازال ماشي وحنا محتاجين لاعب اللي يكون حدا امرابط لان بالنسبه لدياز ابراهيم دياز ما يمكنش تعول عليه سير البلون ديال لا ريكوبيراسيون يعني على حساب لو سيستيم باش غنلعبوا واش غنلعبوا ب 4 2 3 1 ولا غنلعبوا ب 4 3 3 اللي كتلعب 4 3 3 بالنسبه لابراهيم دياز وبالنسبه لاوناحي غيقدروا يتقلبوا اشاك فوا غيكونوا مع امرابط هذا هو الاشكال بالنسبه لا ساتيسفاكسيون بالنسبه لي اللي كانت عندي انايا في هذه المقابله هذه هو ذاك البناء من الجهه اليسرى واللي جعل يترى الهدف ديال الرحيمي غايقول لك الناس غادي يقول لي وقيله حيت درجاوي كيتكلم على الرحيمي راه هو اوتو جول ماركا لا بامبورت انا بالنسبه لي استان بيوت لان علاش اللي راه ما جاتش هكاك لان الرحيمي كون ما دارش بريتينغ هو داك البوان فور ديال الرحيمي كتلقاه في كل الكرات وهذاك هو اهم شيء بالنسبه لنا حنا لاطاكون كنقلبوا عليه كيكون ديناميك كره حنا كيف كنقولوا حنايا بلغه الكره كره ميته كيحياها وراه هي كانت كره ميته راه حياها هنايا فين قلت لك انا نتكلم على لو كوتي غوش فين كان داك التناغم ديك لي سانكرونيزاسيون بين عطيه الله وهذاك الوليد ديال موناكو سميه ديالو بن صغير و دياز ابراهيم دياز كيفاش كان داك التناغم كيفاش كان ديك باس اتروا كيفاش داز في لاكوش كانت عندنا هادشي كنا كنشوفو غير في لا دروات بين حكيمي وبين زياش وناحي دابا ولينا كنشوفوها في في اليسر وهذا ولي غادي يدير القوه ديال المغرب غيكون لي توازن لان ما يمكنش تمشي غير من جهه واحده لان كل الفرق ولات كتعرف بان المنتخب المغربي قوة ديالو في حكيمي في لادروات اذا ملي غادي يولي عندنا كيف كنقولوا جوج ديال القنوات يعني جوج ديال القنوات هنايا لا فلويديتي ا دروات يا غوش هنا فين غتكون القوه ديال المنتخب المغربي وحاجه اخرى اللي غتزيد انا مونابي غتكون القوه ديال المنتخب المغربي واللي خصنا نعملوا عليها كنخلقوا بزاف ديال الفرص
ولكن خصنا نترجموها الاهداف. هذا هو اهم شيء، وهذا كيتاشي غادي اكثريه ديال المشاهدين غادي يقول لك بان راه المنتخب المغربي كيجي مره ولا جوج، وفي هذيك مره ولا جوج راه بركه راه كتسمى بترافاي سبيسيفيك، وراه سي وليد راه ما يمكنش ولا الستاف اللي معاه ما غاديش نوريه. هذا راه هذيك المجيه ديال مره ولا جوج راه كافيه، كتخدم تقريبا مع المجموعه سير بلون تاكتيك، ولكن سبيسيفيك مع لي زاتاكون، لان ما يمكنش غادي نبداو نهضروا كيف ما هضرنا عدد كبير من الفرص في الكان، كون كنا ترجمناها للاهداف راه ما يمكنش غادي نجيو بكري، كون راه حنا بقينا حتى الفينال. بصح سي عبد الحق، سي عبد الحق انا بغيت تكلمتي على سفيان رحيمي، واش نقدروا نقولوا اليوم بحكم علاقتك به وهذا نقدروا نقولوا اليوم ان وليد الركراكي نصفه وبانت بلاصتو في المنتخب؟ انا كنظن ماشي وليد الركراكي اللي نصفه، ولكن نصف راسه، لان كانت كل الاصوات ترى تتعالى وكتكلم على وليد بالنسبه لسفيان الرحيمي بان المكانه عنده في المنتخب المغربي، وانا من الناس اللي كنت كننادي بها وكنشيد بهذا اللاعب، لان لاعب اللي مجتهد. باش نعطيك نوضعك في الصوره ونوضع المشاهدين الكرام في الصوره، هذا الوليد هذاك ما كانش مجتهد، لان من بعد اللاعب ديالو فريق الرجاء الفئات العمريه وصل لسبوار، يعني بلاصتو ما كانتش في الفريق الاول. لاعب اللي مشى للهوات، مشى للنجم الشباب قريبا لتيران الدراجة، مشى النجم الشباب لعب سنتين وكنت كنتبعو، انا كنمشي كنتفرج فيه، يعني لاعب اللي سقل الموهبه ديالو وزاد في العمل ديالو. فنفسي بالنسبه للمنتخب، رغم انه ما ناداش عليه وليد الركراكي لا في المونديال لا في كان، ابقى صابر وبقى يعني خدم على راسه وبينوا في كاس اسيا الفرق البطاله، وبين بانه راه يعني في المسابقه الحمد لله ماشي في بحال الفتره ديالنا حنايا ما كانت لا ترانسميسيون ساتيليتير ولا هذا، دابا حاليا كلشي كيتفرج، يعني الا بغيتي تخبي شي واحد وكيف كيقول لك لارب نو كاش با لا فوغي، شجره ما غدركش الغابه، هذا السيد هذا العالم كله ولا كيتكلم عليه. فدون سو كا انا الناخب المغربي الا ما ناداش على فحال اللاعب هذا على من غير نادي، يعني راه في امس الحاجه ليه، وهذا تبتو في الميدان ماشي انا وماشي الصحفيين هما اللي يتكلموا عليه، ولكن الرجلين ديالو كيف كنقولوا حنا بلغه الكره رجليه هما اللي عيطوا ليه. هو حتى في المباراه كان اجماع على الاداء الجيد ديالو، يعني كان متالق، وهو بصفه عامه غنتكلم لك انا القوه ديال الرحيمي كتكون فاش في اللاعب اللي ما ان بير جامي اسبوار، ديما لاعب اللي كيجري ديما كيقلب على الكره، ما عمرك ما تقول ان الرحيمي راه غادي ما غادي يمشيش يطاكيني لي ديفونسور، هو ديما خدام، وهاد لا جينيروزيتي ديالو هي اللي كتخليه دائما وكل تقريبا المدربين كيناديو عليه. وانا غير في اللقاءات ديالي مع الاخوان من العائله ديالو، حتى من كريسبو دابا لونترينور ديال العين حاليا كيتكلم عليه كيقول بان من احسن ان لم يكن احسن مهاجم في اسيا حاليا. وحنا كنتمنوا ليه التوفيق في مشواره الرياضي. سي عبد الحق الى لاحظتي التصريحات الاخيره ديال وليد الركراكي كيقول ان المنتخب غادي يظهر بوجه جديد في الفتره المقبله، بناء على التصريحات كيفاش كتشوف المقابله اللي جايه مع موريتانيا، وكيفاش كتشوف المنتخب من هنا لقدام؟ وكنظن بان وليد الركراكي حاليا راه كيف حتى في الندوه الصحفيه ديالو تكلم على حتى في تغيير، يعني اكثريه كيقول لك بان غادي نحاول نخرج من هذاك لو شيما تاكتيك اللي كان عندي ديال 4-1-4-1 وغادي نحاول ما امكن. ماشي مشكل ديال راه تقدر تبدا ب 4-1-4-1 وكتفاري، لان شيما تاكتيك كيبقى شيما تاكتيك، كنسميو حنايا في الكره كنسميو لا تيوري، يعني غير ماشي التطبيق هو اهم شيء. كيفاش؟ لان اللاعبين اللي كيبقاو في وسط التيران وكيفاش كيكون داك رد فعل ديالهم هو اللي كيخليك واش تطلع ولا تهبط. انا غير اهم شيء بالنسبه لي فعلا حاليا في ظل هاد التغييرات هادي في ظل هاد اللاعبين اللي جاو جداد وهذا، كنظن بان غيكون واحد اللمسه ديال الوالد اللي زادت، لان كيف كنقولوا حنايا بلغه الكره لان الجامعه وفرت لي كل شيء، يعني حتى السلطات العليا دخلات باش بني غادي تجيب بحال دياز، ابراهيم دياز اللي كيلعب راه كنعرفوا ريال مدريد سي با دوني اتو الموند باش تلعب في ريال مدريد وتكون بهذا القيمه هذه،
يعني شتي اي لاعبين اللي كتمنى وكيتمنى اي مدرب يكونوا عنده هذا يكون عنده اللي خاص دابا هو الثقه. انا خاصني اللي قلت كنقولها لك هو ترجع الثقه وترجع الهويه ديالنا وخذ اليقين التام ما غادي يبقى يهمنا حتى شي فريق لان حاليا الحمد لله عندنا لاعبين اللي غتجي القيمه التسويقيه ديال الحكيمي فين كيلعب زياش فين كيلعب مزراوي فين كيلعب دياز فين كيلعب راه عندك ولات عندك الارجنتين ولا ولات عندك يعني اللي خاص دابا غير لمسه ديال السي وليد واللي كنتمنى على الله هذا نصيحه مني لان يعني كنعرفو مزيان اللي كان مازال مع الفتح الرباطي وريحت انا ويا حصل لي الشرف انني تكلمت معاه ونتمنى على الله انه يرجع داك الانسان امبل داك المتواضع اللي كنت كنعرف لان يعني انا ما مرضيتش كمغربي كمؤطر ك اكس جوار انترناسيونال كمدرب كبزاف يعني ليماج ديال الكوب دافريك مع داك اللاعب ديال سميتو اللي كان مشدات وهذا بغيت تبقى داك لا سامبليسيتي تبقى داك التواضع اللي كان هذاك هو اللي كان خلى كل المغاربه وكل الناس يعني كيفتخروا بداك السيد اللي هو بقى دائما انسان ديال التواصل وكنتمنى على الله يكون يسمع لان انا بالنسبه ليا غيكون الاخ الصغير ديالي هذه نصائح يعني ياخذ شويه من لان وصل لواحد المستوى عاوتاني انا بغيناه يبقى غادي وراه بداك المستوى ديالو غيكون المستوى ديال المنتخب الوطني خذ اليقين التام لان المدرب لان باش هو رجع المنتخب الوطني من بعد علي لوزيتش رجعه بالتواصل ورجع لذاك وليد اللي كان ديال التواصل وديال التواضع وخذ اليقين التام بان غادي نمشيو بعيد. كنشكرك سي عبد الحق على الحضور ديالك معنا وعلى اغنائك النقاش معنا في هذه الحلقه ديال اليوم. لا شكر على واجب وحنا راه الاشاره. بارك الله فيك، كنت سعيده بالاستضافه ديالك سي عبد الحق. شكرا لالا، شكرا لالا. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.